متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي ننظمه بمناسبة توقيع وزارة التربية الوطنية لاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وهذا النظام وهذا المحضر ديال الاتفاق اللي جا في إطار حل المشكل ديال الأساتذة وطور الأكاديميات أو الأساتذة المتعاقدين. في هذا اللقاء نستضيف الأستاذ سعد عابيل، وهو أستاذ مادة الفيزياء بإحدى الثانويات بمدينة سالة، وهو خريج فوج 2017 ديال أطر الأكاديميات، عضو المجلس الوطني اللي هي أعلى هيئة قرارية للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم، وأيضا هو عضو لجنة الإعلام. مرحبا بك في هذا اللقاء. شكرا لجريدة اليوم 24، شكرا على الدعوة. تحية. أول سؤال سي سعد، يعني بعد هذا الاتفاق يعني الرأي العام وعدد من الفاعلين والمتتبعين كيتسائلوا وتقولوا الآن الوزارة استجبت التنسيقية ولكن أنتم صدرتوا واحد البيان كترفضوا هذا الاتفاق، فكثير من التساؤلات كتطرح، علاش كترفضوا؟ شكرا مجددا. طبعا اللي يتساءل حول يعني الرفض ديال التنسيقيه، طبعا ربما لا زال يعني الملف او المطلب الجوهري للاساتذه المفروض عليهم التعاقد لم يصل يعني بالطريقه الصحيحه الى المخيله ديالو، لان المطلب هو واضح، الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر ديال 14 يناير 2023 هو فقط مجموعة من المبادئ المؤطرة والتي تجيب على المسار المهني للأستاذ وفقط، ولا تجيب على يعني المطلب الأساس اللي هو يعني منصب مالي ممركز أو تحقيق منصب مالي ممركز الذي يضمن يعني الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا الآن احنا كنتكلموا على عندكم منصب مالي وأنتم يعني في إطار الوظيفة العمومية، ولكن هذا نظام أساسي يعني يمكن فيه تحفيزات وفيه امتيازات يمكن افضل من النظام ديال الوظيفه العموميه، فلماذا ترفضون؟ اول شيء بعد منصب مالي باقي ما عندناش، شيء اخر هو انه ودي كل ما جاء يعني في المحضر يعني بالنسبه لنا كنشوفوا هي مكتسبات اللي هي قديمه ديال النساء ورجال التعليم، بان ما كاينش شيء جديد. اللهم النقطه ديال التحفيز، النقطه ديال التحفيز الطريقه باش جات تما منقوصه، يعني كيبان لي بانها فقط التهرب من الزياده في الاجور ديال الاساتذه، واللي حنا كنعرفوا كيف ان يعني موجد الغلاء اللي ما يسلم من هذا التقطع، وهذا يعني بدل اننا نزيدوا الاجور للاساتذه تم يعني طرح هذيك النقطه ديال التحفيز بطريقه مشوهه ومنقوصه وغير كافيه بالنسبه، لا تستجيب يعني للوضعيه الماديه ديال الاستاذ. لكن ملي نتكلموا على توحيد النظام الاساسي، يعني راه ضمنيا ان الاستاذ اللي هو كيشتغل مع الاكاديميه مع الاستاذ اللي كان سابقا في نظام الوظيفه العموميه غيكون له بحال صحيح مهنيا، من ناحيه من حيث التعويضات ومن الناحيه الماليه، من حيث التعويضات ومن حيث الاجور. نعم مهنيا اقصد به، يعني وفين كاين المشكل هنا؟ المشكل قلت بان المشكل او الفرق اللي مازال الان كان في 2016 منذ اول فوج ومازال لحد الان، هو ان الاجور او الاموال اللي كتجي منها الاجور ديال هاد الاساتذه بالنسبه للزملاء ديالنا اللي كيشتغلوا واللي هما موظفي الوزاره، هادو ناس اللي كتجي الاجور ديالهم من او اللي كتصدر الاجور ديالهم في قانون الماليه الخاصه بكل سنه، حنا لازلنا يعني الاجور ديالنا باقا كتجي من ما يسمى بميزانيه النفقات والمعدات، وهذا هو يعني الفرق. شنو المشكل؟ انتم في النهايه كتلقاو اجور، هاد الاجور في النهايه انكم كتلقاو الاجره ديالكم، يعني فين كاين المشكل؟ منين جات الفلوس؟ واش جات من الميزانيه العامه ولا جات من النفقات؟ نعم. من البند النفقات؟ باش يعني نجاوب المشكل؟ باش نجاوب كنطرح سؤال على الوزاره او على الحكومه ونقول فين المشكل، بما ان الاجور كتعطانا من كتعطانا يعني كناخذوا اجور، حنا ما خدامينش فابور، بمعنى الا كتعطينا اجور فين كاين المشكل على انها تكون اجور اللي هي هذا واضح، يعني هذه النقطه. نعم. هذا جزء في الجواب ديالي. نعم. الجواب الثاني هو اودي ان هاد الاجور او لا وضع هاد الاجور في ميزانيه ديال التسيير والنفقات والمعدات راه مرتبطه بمخطط اللي كتحاول ان الحكومه ولا الدوله المغربيه بصفه عامه تنجح، هو المخطط الخصوصي والقضاء على مجاني التعليم وضرب المدرسه العموميه. هادشي حنا المطلب ديالنا مرتبط
لا دابا دخل لي هذا، لان هذا موضوع يعني اخر، يعني موضوع يمكن يكون عندنا نقاش، واش فعلا كاين توجه، كاين هذا التوجه للضرب مجانيه ودعم التعليم الخصوصي، هذا موضوع اخر. حنا اللي كان كيهمنا الان هو انكم واحد الفئه اللي الان كتجاوز العدد ديالكم 100,000 اساتذه، اليوم تم توحيد ديال هذا النظام مع الجميع، ما غيبقاش هذا الفرق او هذا التمييز بينكم وبين الاساتذه السابقين، اجور ديالكم غتولي بحالها بحال نفس الترقيه، اساليب الترقيه غتكون كما هي، نظام التحفيزات غيكون هو يعني، وهذا الموضوع غيكون محور نقاشات يعني خلال يعني الشهور المقبله لاخراج هذا المشروع. فالتساؤل المطروح، واش المشكل هو النيميرو دو صوم يعني فقط، هذا هو الموضوع؟ صحيح نعم، هذه هي النقطه اللي بقات خلافيه، خصكم النيميرو دو صوم. نعم نعم صحيح. وشنو الفرق يعني النيميرو دو صوم ثم مثلا عديد من الموظفين اللي كيشتغلوا في مؤسسات عموميه اليوم، علاش ما يخرجوش حتى هما كيحتجوا ويقولوا بغينا النيميرو دو صوم؟ صحيح، ولكن هنا الحديث على قطاع التعليم، الحديث على واحد العدد كبير ديال الموظفين، والحديث على واحد القطاع اللي هو مهم وحيوي وكيطلب من الحكومه توفير ما يسمى يعني بالاستقرار الوظيفي للاستاذ. ما يمكنش تجي يعني الاستاذ توظفه بعقد ومن بعد تجيب ليه نظام اساسي اللي هو فيه بنود مجحفه الى اخره، وتخليه في نفس الوضعيه الماليه ديال موظف اللي كما قلتي انت ما عندوش نيميرو دو صوم. الاستاذ الان يجب عليه انه يولج الوظيفه بحقوقه الكامله كما كان عليه التوظيف. غير اذا سمحتي غير نذكر بمقتضيات يعني او معالم كبرى النظام الاساسي الموحد الذي تعتزم الوزاره يعني تطبيقه، فيه بانه سيتم اخضاع كافه الموظفين لاحكام هذا النظام، الغاء الانظمه الاساسيه الاثنا عشر الخاصه باطر الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين، سيتم الغائها كلها، اقرار الحق في المشاركه في الحركه الانتقاليه داخل الاكاديميات وبين الاكاديميات، فتح باب المشاركه في وجه جميع الموظفين في كافه المباريات المنظمه من طرف قطاع التربيه الوطنيه او غيره من القطاعات الحكوميه الاخرى، وذلك وفق شروط وكيفيه جريمة العمل، اقرار نظام للتكوين المستمر يستفيد منه الموظفين بصفه منتظمه، اقرار نظام للتحفيز مبني على الاثر على تعلمات التلاميذ. يعني في كاين المشكل الان حتى بالنسبه للمباريات او الحركه الانتقاليه يعني مفتوحه اليوم، كانت قبل حاصرين لكم الحركه الانتقاليه فقط في الاكاديميات، اليوم ولات وطنيا يمكن لك الحركه الانتقاليه تكون على المستوى الوطني غادي تكون. بالنسبه للمباريات سواء داخل قطاع التربيه الوطنيه كله او حتى خارج قطاع التربيه الوطنيه، يعني فين كاين المشكل؟ هذا ما كنتي كطالبوا به؟ كنا كنطالبوا به لان واحد الوقيته كان بالفعل هذه مكتسبات كما قلت اللي هي سابقه ديال النساء ورجال التعليم قبل ان نلج نحن، يعني قبل ان يلج الاساتذه المفروض عليهم التعاقد بعد 2016، هادو كانوا مكتسبات سابقه. الان بالنسبه لينا حنا ما كنعتبروهاش بشي حاجه جديده لانها مكتسبات ديال النساء ورجال التعليم، حنا نريد الدفاع على هذه المكتسبات وتحقيق مطالبنا. المطالب لم تحقق بعد، واللي هي كما قلت لك المنصب المالي ممركز اللي كيضمن الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. دابا سي سعد، هذه القضيه ديال النص المنصب المالي الممركز، نعم، دابا تهضر معك يعني شخصيا، نعم، واش هذه فيها فعلا المشكله كتشوف؟ يعني لو شو فين كاين المشكل؟ هذا المشكل ديال المنصب المالي الممركز انا ما فهمتهاش بصراحه. يعني دابا مثلا حنا كنشتغلوا في القطاع الخاص، عديد من المواطنين كيشتغلوا في القطاع الخاص اكثر من الموظفين، يعني كياخذوا يعني الاجور ديالهم من مؤسسات من شركات والى اخره، المهم انه كيتلقى الاجره ديالو. يعني في النهايه علاش اختار القطاع الخاص؟ علاش انتم انا كنت اختار القطاع الخاص؟ ولكن حتى في الدوله كاين مؤسسات عموميه، كاينين مؤسسات عموميه في الدوله، العديد من المؤسسات العموميه اللي عندها هذه الوضعيه وكيشتغلوا بشكل عادي وما كيحتاجوش. الاساتذه الجامعيين مثلا، ولكن الاساتذه الجامعيين الوضع في الجامعه يختلف عن الوضع في المدرسه. مثلا الاستاذ الجامعي كاين اصلا خاصص في الاساتذه الجامعيين، وما كاينش واحد يعني واحد الهجوم ديال المدرسه او الجامعه الخصوصيه بحال كما كاين الهجوم ديال المدرسه الخصوصيه. لا حنا كنعرفوا بان هذا موضوع انا بغيت غير في هذه النقطه، الله يسلمك، لان انا باش هو ليس موضوع لانكم انتم كتربطوها بالهشاشه. نعم نربطوها، يعني كتربطوا المنصب المالي كتعتبروا بان المنصب المالي او النيميرو دو صوم هو ضمانه لاستقرار مهني. نعم، يعني واش هاد المساله يعني كتبدو بانها غير صحيحه.
لنحت اللي عنده نمرة صوم احيانا يمكن يكون يرتكب شي خطا ويخضع لعمليه التاديب ويمكن يفقد المنصب ديالو. صحيح. يعني واللي كيشتغل في مؤسسه عموميه يمكن ليه يترقى، يمكن ليه يغير هذيك المؤسسه العموميه، يمكن ليه يمشي لقطاعات اخرى، وهذا متاح لكم. يعني لماذا هذه النقطه بقات خالقه المشكل وبقيتوا يعني مصرين على الرفض بسبب واحد الجزئيه اللي ما عندهاش في الحقيقه شي اهميه؟ هو اولا يعني هذه ماشي هي النقطه اللي الرفض، ما جاش فقط على هذه النقطه، كاين مجموعه من الامور. لا يمكن ان نتحدث على اتفاق مثلا ديال 14 يناير او لا، لان الوزاره قبل ما تدير هذا الاتفاق راه دعتنا، راه كنا في نهار 31 يناير 2022 اخر جلسه ديال الحوار حضرت فيها انا شخصيا مع السيد مدير الموارد البشريه بن زرهوني، وقدم العرض ديال الوزاره ودعانا الى هذه الجلسات. هذه الجلسات اللي كانت من قبل كدار في هذه الشهور السابقه، دعانا لهذه الجلسات ما يسمى بجلسات اعداد النظام الاساسي الموحد لمهن التربيه والتكوين، ورفضنا هذه الجلسات. لماذا؟ لان لا يمكن اولا ان يعني او لا هذا الرفض ديالنا جاء في واحد السيروره، لا يمكن ان نبني اي حل مع الوزاره او اي اتفاق وحنا مازال عندنا واحد مثلا 70 متابع. هذا موضوع اخر، هذا موضوع غادي نناقشوه. اذا انتم كاين مشكل قطاعات كل شهر. الاستاذ دابا عنده 5000 درهم، ما بقاش كيشد 5000 درهم، كيشد 3900 3800. ما نهضروش على التزاماته والقروض اللي عنده والتزاماته الماديه، واللي مزوج واللي عنده ولد واللي ما عندوش ولد واللي بس يساعد معنا انه انتم مستعدين تناقشوا هذا الموضوع، ولكن في اطار اتفاق شمولي. نعم اتفاق فيه شمولي، فيه موضوع المحاكمات، فيه موضوع الاقتطاعات، فيه موضوع المضايقات اللي كتعرضوا لها. صحيح، هذا صحيح. نعم. وبالنسبه لهذا الاتفاق، واش تم التشاور معكم قبيل التوقيع فيه؟ تم المناداه عليكم او لا؟ لا، احنا اخر تواصل كان عندنا مع الوزاره في سنه 2000 بعد يعني يناير 2022، يعني بعد اخر جلسه كانوا دعاونا بعد اخر جلسه تحت الحوار، وكانوا دعاونا لما يسمى باول جلسه باعداد النظام الاساسي، وبلغنا لهم من احد يعني النقابات اللي كانت كتواصل بيننا وبين الوزاره، بلغنا لهم الموقف ديالنا برفضنا لهذا النظام الاساسي. هذا النظام الاساسي اللي هو كان واضح المعالم من خلال وثائق الدوله، الوثائق الدوله راه تحدات على هذا النظام الاساسي كيف انه سيضيف مجموعه من الامور للنظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، واللي هي جديده واللي حنا كنشوفوها تراجعيه. مثلا الترقيه بالمردوديه، هذه الترقيه بالمردوديه اللي غتشكل واحد يعني واحد المستجدات خطيره في المدرسه العموميه. اسمح لي، علاش خطيره في هذه النقطه؟ اسمح لي نسولك. نعم. الترقيه بالمردوديه، يعني مثلا سي سعد انت استاذ ديال الفيزياء والمردوديه ديالك مرتفعه جيده، كتدرس مزيان وعندك نقاط مزيان جيده، مردوديه في القسم ممتازه، واستاذ اخر يعني بحالك ولكن المردوديه ديالو ضعيفه، واش كتقبل انكم ترقاو بجوج بنفس الشروط؟ هذه الترقيه على حساب المردوديه، يعني مساله اللي هي منطقيه. ما طبعا ما نقبلش، ولكن المشكل في نظام التقييم. نظام التقييم ما كيكونش فيه غير المفتش، كيكون فيه كذلك الرئيس المباشر اللي هو المدير، وكيكون فيه ربما كان الحديث، ما كاينش ربما في الاتفاق، ولكن كان الحديث كذلك على ممثل جمعيه اباء واولياء التلاميذ في المؤسسه. هاد التقييم اللي فيه المفتش والمدير وهذا حنا ما كنعرفوه، يعني كنعرفوه. يمكن تناقشوا التفاصيل، المبدا ما فيهش مشكل، ولكن التفاصيل وكيف يتم عمليه التقييم ممكن تناقشوا، ويكون تضمين هاد لان غيصدر قرار. صحيح، ولكن بالحفاظ قرار. صحيح، ولكن بالحفاظ على اساليب الترقيه اللي كانت من قبل، من بينها الترقيه بالاقدميه والترقيه بالتثقيف. هي باقيه. نعم هي باقيه، ولكن نعم. بالنسبه لموضوع المردوديه هو مفيد لكم، بالعكس خصكم انتم تدعموا هذا التوجه، انه الاساتذه اللي عندهم مردوديه جيده واللي كيشتغلوا بشكل جيد يكون عندهم تحفيز احسن من الاساتذه اللي هما كثيري الغياب والمردوديتهم ضعيفه. هذه مساله اللي ايجابيه لكم. انا قلت بان ما عندناش مشكل، ولكن المشكل هو ان بعض المرات مثلا الرئيس المباشر ديالك كيطلب منك مثلا مهام اللي هي غير المهام ديالك. هذا مثلا يحدث الان مع اطر الدعم، كيكون اطار دعم في التخصص في الدعم النفسي والاجتماعي، كيكون خصاص ديال مثلا الاطر الاداريه، كي المدير كيطلب منه انه يقوم مثلا باعمال هي خارج المهام ديالو. هذا مشكل. هذا موضوع. بعض المرات كيكون غير مشكل شخصي بينك وبين الرئيس المباشر، او لا مع شي واحد اللي كيكون راك عارف موظفين، حنا ماشي كامله يعني بنادم كامل كلهم قاد ولا كل، كيكون غير مشكل شخصي ولا سوء تفاهم كيخلي ان الرئيس المباشر ديالك ممكن مثلا ما يمنحكش ديك النقطه. نعم. وبالتالي كيكرس
هذا النوع هذا كتكرس شي يعني انتم ما عندكمش اطمئنان للطريقه اللي غيتم بها التقييم ديال المردوديه. صحيح هذا هو. صحيح. يعني ولكن يمكن لكم تشاركوا يعني من الحي المبدئيه ما رافضينش هذا الموضوع، ولكن يمكن لكم تشاركوا في مناقشه وسائل او اجراءات اللي هي كتعطي ضمانات اكبر اللي يكون واحد التقييم ايجابي لصالح الاستاذ. صحيح. يعني ما عندكمش موقف هذا. طيب بالنسبه للمحاكمات والمتابعات اليوم فين واصله الحال حاليا؟ كما قلت من قبل بان عندنا 70 متابع ومتابعه موزعين على 5 افواج. بالنسبه للفوج الخامس تم صدور الحكم يوم 28 دجنبير 2022، وكان بشهر يعني موقف التنفيذ وغرامه 500 درهم. كذلك بالنسبه للفوج الثاني والثالث اللي هما 25 استاذ من مجموعه ديال 45 استاذ اللي تم اعتقالهم ومتابعتهم على خلفيه النضالات اللي كانت في ابريل 2021، هاد الاساتذه ديجا تم الحكم عليهم ابتدائيا، استأنفوا الاحكام ومحكمه الاستئناف تم تأييد هذه الاحكام واللي هي 2 شهر موقوفة التنفيذ وغرامات ماليه بالاضافه لواحد المبلغ كبير ديال 77 الف درهم ديال التعويضات، يعني تعويضات اللي غيقدموها ما يسمى بالقوات العموميه اللي اكدت بانهم تعرضوا للعنف انذاك في ذاك الانزال. بالنسبه لهذه المحاكمات متى يعني الجلسات المقبله؟ الجلسات المقبله كاين عندنا جلسه في 25 يناير ويتعلق الامر ب10 الاساتذه مفروض عليهم التعاقد والسادات اللي هما متابعين بتهم جنائيه ثقيله في محكمه الاستئناف بالرباط. كذلك يوم 13 فبراير جلسه اخرى من الفوج الاول، جلسه اللي مرتقبه ان تكون جلسه ديال النطق بالحكم، ويهم الامر هنا فوج الاستاذه نزهه مجدي ومن معها. واذكر بان الاستاذه نزهه مجدي يعني تم ابتدائيا الحكم عليها ب3 اشهر نافذه. وهي الان معتقله ام في حاله؟ لا هي متابعه في حاله سراح، لكن في حال تم تأييد الحكم الاستئنافي طبعا غيتم اعتقالها. نعم. طيب بالنسبه للسياق يعني انتم في سياق هذا التوقيع ديال الاتفاق، بعد توقيع الاتفاق يعني اتخذتوا خطوات يعني يمكن نعتبرها تصعيديه، من ضمنها عدم وضع النقاط بالنسبه للتلاميذ في هذه الدوره. نعم. يعني شنو الهدف ديالكم من هذا الضغط؟ يعني انكم ما توضعوش النقاط بالنسبه للتلاميذ. واخا هو اولا بعد الخطوه جاءت قبل هذا الاتفاق. نعم. جاءت يعني كرد على التضييقات اللي طالت يعني الاساتذه ومستمره طيله هذه السنوات. كما كتعرف احنا من 2018 من يعني 5 ماي 2018 وحنا كناضلوا، بمعنى طيله هذه المده الاساتذه كيتعرضوا للعنف والقمع في المسيرات وكذلك الاقتطاعات في كل شهر بالاضافه للمحاكمات. يعني خلص المجلس الوطني على ان الاضراب هي طبعا هو وسيله للدعم، هو وسيله للضغط، لكن في نفس الوقت يعني كي الاستاذ كيتم اقتطاع مجموعه من 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 واحد المبالغ مهمه من الاجر ديالو، وبالتالي يعني الجمعات العامه المحليه ديال الاساتذه يعني ناقشوا هذه الخطوه وتم يعني الحسم فيها. هذه الخطوه كنشوفوها بانها خطوه كما جربنا من قبل الاضراب التمديد في الاضراب، وهذا هذيك الخطوه اللي كنشوفوها ممكن ان تحدث يعني ضغط كبير على الوزاره. وذكر بان الخطوه ما مجسدينهاش غير حنايا بوحدنا، وانما الان 5 تنسيقيات اللي هي كذلك عندها موقف من هذا الاتفاق، سواء قبل الاتفاق او بعد الاتفاق، لكن بعد الاتفاق كذلك انها يعني اصدرت بيانات بان هذا الاتفاق كذلك لم يجيب على المطالب ديالها الاساسيه والواضحه. من بين هذه الفئات اذكر التنسيقيه الوطنيه للمقصيين من خارج السلام، زنزان 10 خريجي السلم التاسع، وفئات اخرى. طب هذه الاحتجاجات او الاضرابات اللي كنتوا كديروا، الحركات والاشكال الاحتجاجيه اللي كديروا، خلقت لكم بعض المشاكل حتى مع جمعيه اباء واولياء التلاميذ اللي كيعتبروا بانكم كتستعملوا التلاميذ في المعركه ديالكم في النضالات ديالكم، سواء خلال المقاطعه ديال عدم الاضرابات او اليوم عدم وضع النقاط. ف واش كتشوفوا كاستاذ كتشوف من المناسب ان التلميذ يكون يعني اداه يعني في هذه المعركه هذه؟ طبعا احنا ضد توظيف التلاميذ في اي شيء حاجه كانت، ولكن احنا نربط مصلحه التلميذ بمصلحه الاستاذ دائما. كنقولوا بان وجهنا رساله
من قبل جمعية الآباء يعني وفيدرالية جمعية الآباء على الصعيد الوطني بتفهم الموقف بين ملي كان حنا كنديروا خطوات من هذا النوع كنقولوا ودي بأن راه مصلحة الأستاذ مرتبطة بمصلحة التلميذ، وضعية الأستاذ في المدرسة العمومية مرتبطة يعني مرتبطة بالأداء ديالو، وبالتالي الأداء ديالو مرتبط يعني كذلك بالتحصيل العلمي ديال التلميذ. دونك إذا كانت واحد الخطوة في سنة أو في نصف سنة هذا قادرة أنها تحقق مزيد من المكتسبات والحقوق للنساء ورجال التعليم، هذا سينعكس إيجابا على المدرسة العمومية ولن ينعكس سلبا على التلميذ وعلى المدرسة. طيب أستاذ، في ختام هذا اللقاء يعني أنا كنستنتج بأنه بالنسبة لكم أنتم مستعدين تناقشوا هذا النظام الأساسي، ولكن في إطار شمولي، في إطار الوضعية ديال الأساتذة أطر الأكاديميات أو الأساتذة التعاقد مع الأكاديميات. هاد المناقشة يكون كتشمل موضوع ديال الاقتطاعات، موضوع ديال المضايقات، موضوع المتعلق بالمحاكمات، ويمكن باقي التفاصيل أنكم تشاركوا في النقاش ديال حل هذا المشكل اللي ما فيه المصلحة ديال الجميع. نعم كذلك. نعم وكذلك الموضوع ديال يعني الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لأن آخر حوار كان يعني كان مثقف بالنسبة لنا، لذلك يعني لم نستمر في هذه الجلسات. إلى هنا يأتي هذا اللقاء إلى نهايته، شكرا لمتتبعي موقع اليوم 24، وإلى لقاء قريب.